الراب نجاح بطولة خديجة 25. هذا مدعاة للفخر والاعتزاز. من وجهة نظركم كحكومة اليوم، هي الحكومة فعلا جادة بأنه تنظر للرياضة بنظرة مهمة؟ أكيد هي ما رح تنتظر ثمار مبالغ مردودات مالية معينة، وإنما تنتظر استثمار في المجال السياسي. أسوي لهم بطولة وأنظمها بالشكل الصحيح وخليهم يتونسون يقولون إيه. شنو الخطة المقبلة للجنة الأولمبية، لباقي الرياضات، للقطاع الشبابي؟ شو راح تتعاملوا بهذا الملف؟ اليوم اهتمينا بكرة القدم، باكر نهتم برياضات أخرى. أحكي على البطولة، عندي معلومة أنه بتت الفنادق الوزارة اللي تابعة مدية الشباب والرياضة وهي ما كان حتى. لا ليش، هي بالعكس، أنا أتشرف هو جاي أن أستخدم المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، لا أستنكف منها. تريد تحول وزارة الشباب والرياضة من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الشباب والرياضة الدينية؟ لا، أنا مستعد أن أتنازل عن توجهاتي المعرفية والثقافية، ولا أني من حقي أن أفرض على سلوكيات الوزارة أن تتبع سلوكياتي الشخصية.